طبعا يعني كابتن جمال الغندور قدم استقالته من اتحاد كرة القدم المصري كرئيسا للجنة الحكام الفترة اللي فاتت. الكابتن جمال الغندور حصل عليه بعض الانقسامات اللي موجودة من حصل عليه بعض الانقسامات اللي موجودة من داخل الحكام نفسهم. الحكام نفسهم معايا على الهاتف احد حكام مصر الاصدقاء الاعزاء الحقيقه يعني، وكان رئيس للجنه الحكام في فتره هي الاصعب في تاريخ كره القدم المصريه، والمرشح بقوه جدا انه يبقى رئيسا للجنه الحكام القادمه خلفا للكابتن جمال الغندور. كابتن سميع عثمان، مساء الفل. مساء النور يا كابتن تامر، ويعني انا سعيد ان اكون مع حضرتك النهارده والساده المشاهدين والمتابعين بتوع كلهم يا كابتن تامر. اخبار كتيرة كابتن على المواقع بتقول الاسباب، يعني كابتن جمال الغندور قدم استقالته علشان الفلوس بتاعت الحكام على اللائحة القديمة، على اللائحة الجديدة. اللائحة القديمة كنت انت اللي عاملها الفترة اللي فاتت، وبعد كده هو تبلغ الكلام دوت للحكام. مجموعة من الحكام قالت لا نقف مع جمال الغندور، اللي طبعا اللي بيحبوه، اللي ضده قال لك لا ما صدقنا. ايه بقى الكواليس؟ يعني انت يعني ده بيتك، قول لنا وقول للناس ايه هي الحقيقة. هو طبعا رئاسه لجنه الحكام ده شيء يعني مهم جدا، انا عارف حضرتك التحكيم ده من اهم العناصر الموجوده في اللعبه، تمام. انما نخش في موضوع استقاله كابتن جمال، اعتقد استقاله كابتن جمال كانت لعده اسباب، يعني مش هي خاصه بس بفلوس الحكام المتاخره، لا ممكن تكون في اسباب تانية لسه مش واضحه، بس قد والله اعلم يكون منها مثلا مباراة السوبر اللي ما كانش ليها مراقب لجنة الحكام، ما كانش في مراقب في الوقت ده. ده سبب. ممكن سبب تاني توقف النشاط الرياضي في مصر دلوقتي لسه مش باين، وممكن سبب تالت برضو المشكلة اللي هي كانت خاصة بجهات جريشة اللي هي ترتيب القائمة الدولية. يعني بصراحة كابتن تامر في عدة أسباب كلها ممكن تؤدي لنتيجة الاستقالة. طب اشمعنى دلوقتي؟ ما هو ده بقى الحاجه اللي مبهمه شويه كابتن تامر. ليه؟ لان احنا كلنا سامعين انها استقاله، انما ده اعتذار هو قدمه للجنه الخمسيه، واللجنه الخمسيه وافقت، في حين في برنامج مثلا كان في استضافته استاذ وليد العطار، واستاذ وليد العطار قال لا، الاجتماع الاخراني اللي كان مع كابتن جمال لم نناقش فيه خالص بدلات الانتقال ولا المصاريف المتاخره. ففي حاجات كتيرة بصراحة كابتن تامر مش واضحة، بس أنا بقول لك في أسباب كتيرة جدا ممكن خلت كابتن جمال إنه إيه يعني يقول لا أنا مش هكمل. المفروض طبعا في حالة زي دي المفروض يعني كابتن جمال يطلع والله يجي ويقول والله يا جماعة أنا مشيت عشان كذا وكذا وكذا وكذا. يعني انا بحاول بصراحة اتواصل معاه بقالي فترة، ويمكن هو من المرات القليلة قوي اللي ما بيردش. انت عارف طبعا علاقتنا بيه وبيك وبكل طبعا انت علاقتك كويسه مع عناصر كل اللعبه كلها يا كابتن تامر. الحمد لله الحمد لله. الحمد لله الحمد لله. قدامي تعليق من احد المشاهدين بيقول لي كابتن سميع عثمان بيرفض او بيعتذر عن رئاسة لجنة الحكام. تمام، هقول لحضرتك كابتن تامر انا الاول لجنه صح الحكام، ولا غلط؟ بس ما انا هقول لحضرتك اول حاجه انا لم تعرض عليا بعد، هو ده كان سؤال في برنامج كان اول امبارح، فكان ابراهيم فايق سالني قال لي لو تم عرض عليك رئاسه لجنه الحكام توافق عليها؟ ده هو اللي بيسال، فانا جاوبت اجابه واضحه وشرف ليا ان هذا في القناه عندك. انا ارفض تماما رئاسه لجنه الحكام في وجود عمرو الجنايني رئيس اتحاد الكره او اللجنه الخماسيه. اوه، ده تصريح في منتهى الخطوره. ليه؟ مخلطه. ليه بقى؟ ليه؟ بص انت عارف انا راجل عملي جدا، والواحد يعني بيشتغل باسمه، يعني لازم الواحد يبقى ايه عنده كرامه عاليه شويه. تمام. انا لما كنت في لجنه الحكام كان ساعتها عيني دكتور ثروت سويلم، تمام، واشتغلت لمده حوالي 25 يوم، وبعد كده جت اللجنه الخماسيه. في خلال 25 يوم ده انا عملت ما يلي: رقم واحد عملت اللائحه الجديده اللي رفعت فيها بدل انتقال الحكام من 3700 ل 5000 جنيه، وتم اعتماد من دكتور ثروت سويلم اللي هي لغايه دلوقتي جزء منها اتنفذ وجزء منها ما اتنفذش. ليه برضو يا كابتن تامر انا رفعت بدل الانتقال؟ معلش انا هطول عليك لا جدا لا لا، بس ليه؟ براحتك براحتك، احنا هنا كابتن على القناة على اليوتيوب، براحتك. حبيبي
طب ليه انا رفعت بدل انتقال الحكام؟ عشان انا المطلوب مني اني احاسب الحكم حساب، لان انت عارف طبعا الحكم ما بيخطئ ولا الانديه بتستحمل ولا الجمهور. فانا كان عندي مبدا، انا عشان احاسب الحكم حساب قوي لازم ادي له كل المتطلبات النجاح اللي تنجحه في المباراه. صحيح. انا ما ينفعش اطلب منه كل حاجه، انه يتمرن كويس يحافظ على وزنه ويركز في المباراه يروح بشكل كويس ويبات في مكان كويس عشان المباراه لو بعيده وانا مش موفر له سبل النجاح اللي تنجحه. تمام. فكان عندي شرط اساسي لازم اهيئ له حياه كويسه بدل انتقال الى حد ما مرضي للحكم عشان اعرف احاسب جامد. تمام. وبعد كده عملت لائحه وقلت يا جماعه والله الحكم اللي هيخطئ لا انا مش هوقفه، مش هوقفه بمعنى الوقف، بس هنزله في الدرجات الادنى. يعني ايه الدرجات الادنى؟ الناس فاكره يا كابتن تامر ان دوري الدرجه الاولى ده درجه دنيا، لا بالعكس، دوري الدرجه الاولى ده ما يقلش عن دوري الممتاز. فكان من ضمن السياسه اللي كنت ماشي بيها، لا الحكم لا قدر الله هيتم انه يخطئ، لا هلعبه درجه ثالثه. ليه بلعبه درجه ثالثه؟ عشان يحس انه تعاقب، وتاني حاجه ان انا محتاجه في المباريات اللي بعد كده، فعشان برضو الناحيه الفنيه والبدنيه ما تروحش مني. وبعد كده برضو خلال الفتره اللي انا قاعد فيها دي عملت بعد كده المعسكرات وبعت الاتحاد الدولي وخدت موافقه على 3 معسكرات تبع الاتحاد الدولي، وبعت لالمانيا عشان اغير طقم السماعات، وابتديت اتواصل مع شركه في اسبانيا عشان موضوع الفي ار، وبعد كده كنت اعرف واحد في انجلترا فقال لي انا هعمل لك معايشه للحكام اللي انت مختارهم عشان يعيشوا الحكام الانجليز. وساعتها حتى انا بقيت اختار الحكام اللي هم مثلا عندهم 25 سنه الدرجه الاولى، اللي مش عاوزهم السنه دي، اللي مش هلعب بيهم السنه دي العب بيهم السنوات السابقه. المهم فضلت اشتغل واحضر حاجات وجبت راعي خاص للحكام والدنيا خلاص ماشيه. راح جه اللجنه الخماسيه تم تعيينها، ولقيت يعني رئيس اللجنه الخماسيه بيكلمني في الوقت اللي انا كنت بعمل فيه اختبارات لياقه بدنيه لحكام القاهره مع رئيس منطقه القاهره توفيق السيد، لقيت في تليفون جاي لي من استاذ وليد عطار بيقول لي عمرو الجنايني عاوزك يا كابتن سمير. قلت له ازيك يا عمرو؟ بالظبط اللي انا بحكوا لك ده الديتيلز اللي حصلت. انا في وسط الامتحان، انا في وسط الامتحان. دي كواليس، كواليس يعني ما اعتقدش تحكى لاول مره هنا. حقيقة حقيقة حقيقة. المهم انا كل ده بشرح لك ليه انا ارفض ان اشتغل مع عمرو الجنايني. تمام. كلمك في التليفون وقال لك انا عاوزك. انا لا يا ريت عارف لو عاوزني ماشي. بيقول لي بالظبط كده، قال لي ابو سمره كده انا دلوقتي في المجلس وفتح السبيكر وكل الاعضاء معايا، انت عارف انا غيرت كل اللجان ما عدا انت. قلت له شكرا يا عمرو، ان شاء الله نشتغل شغل كويس مع بعض، وانا عاوزك الفتره الجايه تمسك موضوع الفي ار عشان الموضوع مهم جدا. قلت له ان شاء الله. قال لي وكابتن جمال مصمم انك تبقى معاه. قلت له كابتن جمال مين؟ قال لي كابتن جمال غندور. قلت له طب هو كابتن جمال ماله؟ قال لي ما هو يبقى رئيس اللجنه وهو مصمم انك انت تبقى معاه نائب. فقلت له بص يا عمرو، مش انت فاتح السبيكر؟ قال لي قلت له بص يا عمرو، بدايه كده انت بدات غلط. ان من الناحيه الاداريه والاحترافيه والاحترام انت المفروض تيجي تكلمني في التليفون الاول. تيجي تقول لي انا عاوز اقعد معاك، انت عملت ايه الفتره اللي فاتت؟ وايه الخطه بتاعتك الفتره الجايه؟ يا انت هتوافق عليها ونكمل، يا ما توافقش عليها وتقول لي والله يا سمير في تغيير، انما تبلغني بالتليفون تقول لي الموضوع ده انا رافض تماما. قال لي لا يا سمير، ما انا اعرف عمري كويس. تمام. مش من الكوره طبعا. طبعا. تعرف يعني في مجال مصرفي واحد طبعا، يعني انتوا الاثنين رؤساء بنوك، انتوا الاثنين في القطاع المصرفي. فطبعا قلت له عمرو انت بدات غلط. قال لي ما تستعجلش. قلت له لا ما فيش، ما تستعجلش بصراحه يا عمرو، ما فيش لواء بيبقى عميد. انا ممكن ابقى نائب قبل ما اكون امتى يا كابتن تامر؟ اني ما اكونش رئيس. تمام. يعني انا عارف انا ممكن ابقى نائب مع اي حد. تمام. عشان ايه الناس ما يدخلهاش مع كابتن جمال او غير كابتن جمال؟ لا، انا طالما اني بقيت رئيس مش هرجع نائب. قلت له انا لو ما كنتش لسه بره وجبتني نائب كان ممكن، انما بعد ما ابقى رئيس ولسه انا ما فيش اي اختبارات ولا شفت شغلي اللي يظهر على الملعب وتقول لي كده، فانا بعتذر تماما وخرجت في هدوء. وساعتها في الفتره دي انا ما اتكلمتش خالص. فجه خلاص اختياره على الكابتن جمال، حصلت بعض المشاكل مع اللجنه الخماسيه مع لجنه الحكام، هوب هوب احنا وصلنا للاحداث بتاعت اول امبارح للاعتذار بتاع كابتن جمال. ففي اتسالت سؤال، هل لو تم عرض عليك انك تبقى رئيس لجنه الحكام دلوقتي توافق؟ فطبعا كانت اجابتي بالرفض التام ان ما تعملش مع عمرو الجنايني للاسباب اللي انا ذكرتها عند حضرتك، واول مره اذكرها بالتفصيل كده يا كابتن تامر. لو انت مكاني بقى هل توافق
ما اعتقدش. يعني خلينا نبقى احنا محترمين. اتربينا على حاجه، احنا اتربينا على حاجه كابتن تامر قبل ما اخلص. ايوه الكرامه بتاعتك بالنسبه لي انا هي رقم واحد. طبعا طبعا طبعا، ووجهة نظرك وتحترم، وكل واحد يعني له الحق انه يقبل او يرفض اي عرض ممكن يتعرض عليه. طب السؤال الثاني اللي الملح جدا تمام. لكثير جدا من الناس، يعني العقوبات اللي اتعملت من لجنة الانضباط وتم تخفيضها من لجنة الاستئناف في حالة الغاء الدوري، اللائحة بتقول ان اللاعب بيستمر بالعقوبات ديت الموسم اللي جاي. طب ازاي يا كابتن، واصلا لما بتتم الغاء المسابقة بتتم بكل اثارها، الا يجب ان يكون هذا الاثر من ضمن الاثار اللي تلغى برضه؟ لازم تكمل يا كابتن تامر لسبب بسيط، ان العقوبات دي بسبب عقوبات سلوكيه. اوكي، العقوبه السلوكيه ما تتشالش. العقوبة السلوكية ما تتشالش، السلوكيه تمام. بمعنى ايه برضو؟ هشرحها لك. انت عارف تقنيه الفي ار دلوقتي؟ معلش احنا نخرج سريعا بره لا لا كده. لا ماشي، اوكي اوكي تقنيه الفي ار، اما لعيب بيحرز هدف ويقلع التيشيرت، الحكم بيديله ايه؟ بيديله اديله انذار انذار صحيح. للسلوك الغير رياضي. ايوه راح حكم الفي ار قال له لا لا لا، الكره دي كانت تسلل، تمام، فالحكم بيعمل ايه؟ بيلغي الهدف، تمام؟ انما ما يلغيش الانذار. برافو عليك يا ايوه، كابتن لان تامر، الانذار ما هنا جاي يلغيش للناحية السلوكية. حاجه سلوكيه، تمام تمام فالسلوكيه العقوبه بتاعتها ما تتشالش تمام تمام الا لا بقى لو في اجتماع مجلس الاداره هيعمل استثناء كده يعني. تمام يبقى اذا توضيحا اهوت من كابتن سمير عثمان فيما يخص التساؤلات كتير اللي جات لنا هنا اهو للعقوبات اللي تم تطبيقها على شيكابالا وكهربا وامام عاشور وزاهر، كل العقوبات اللي تم توقيعها على احداث مباراه الاهلي والزمالك اللي فاتت. كابتن سمير عثمان بس في تعال حاجة عاوز اتفضل. أقولها بس يا كابتن تامر، معلش، اتفضل. العقوبات دي برضو كان ينقصها حاجة مهمة جدا، اللي هو ايوه إيه؟ ايوه اه تقرير، حاجة تقرير مراقب المباراة ما كانش موجود، ما كانش فدي موجود. مشكلة طبعا، دي تدي عوار لأي حاجة، لأي عقوبة تانية، لأن أنت عشان تاخد عقوبات لازم يبقى عندك تقرير مراقب المباراة اللي هو حكم المباراة وتقرير لجنة المسابقات. أنت عندك تقرير واحد بس، اللي هو تقرير مين؟ مسابقات، مراقب المسابقات. المسابقات. فين اوكي، بقى تقرير مراقب الحكام عشان تقارنه مع تقرير مراقب المسابقات؟ دي نقطة يعني الناس مش واخدة تقرير بالها منها برضه، مراقب الحكام مش ده مش موجود موجود. لسبب بسيط، ما كانش في مراقب في ماتش السوبر، ما كانش ما فيه حدش راح. مراقب. اوكي ما هي دي النقطة اللي مزعلة اتحاد الكرة من كابتن جمال، انه ما راحش ماتش السوبر تمام، المراقب. ده في منتهى الخطورة الكلام اللي بتقوله ده. ما هي دي بس، يعني هي دي الحقيقة. انت في اي مباراة في لجنة المسابقات، اجتماع لجنة المسابقات بعد كل مباراة لازم يبقى فيه تقريرين، تمام، تقرير مراقب حكام المباراة وتقرير مراقب المسابقات المسابقات، ويقارنوهم مع بعض مع تقرير حكم المباراة اللي بيسجل فيه الأحداث، تمام. ويبقى فيه مندوب من لجنة الحكام موجود في لجنة المسابقات عشان الاستفسار عن تقرير مراقب الحكام. انت عندك تقرير مش موجود، لو تقرير مراقب الحكام ليه مش موجود؟ عشان ما كانش فيه مراقب لمباراة القمة، فالعقوبات دي طلعت ازاي برضه فيها عدم استثناء. لا ده انت لازم تبقى معايا حبيبي ان شاء الله يا حبيبي يا كابتن تامر. كابتن سمير عثمان، متشكر جدا على تلك التصريحات المرئية، ومتشكر جدا على حبيبي وجودك يا كابتن، شكرا، شرف معانا، ليا وعلى اللقاء قريب ان شاء الله ان توعدنا شاء الله يا كابتن. شكرا باذن يا الله كابتن باذن تامر، الله. شكرا شكرا، كابتن مع سمير، السلامة، مع شكرا، السلامة، مع شكرا، مع السلامة. السلامة.